في اليوم العلمي اللي رابطه اركبت بنقابه الاطباء الاهليه كان لنا مع لقاء مع الاستاذ الدكتور متعرف باسم حضرتك دكتور محمود البنداري استاذ ورئيس قسم امراض متوطنه الكبد بكليه الطب جامعه المنصوره. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك، اتشرفت. ايه الجديد النهارده في الفيروس يا فندم؟ هو احنا النهارده كنا حابين نتكلم على الادويه الجديده اللي العالم كله بيعمل عليها ابحاث واللي هتبدا تطرح في الاسواق في السنوات القادمه. ادويه جديده هتبقى كلها زي ما بنقول اورال ثيرابي، هتبقى عن طريق الفم، لان العلاج الحالي لفيروس سي اللي هو حقن انترفيرون وقراص الريبافيرين واللي موجود في المشروع القومي وبيتم العلاج به سواء داخل مؤسسات الدوله او في التامين الصحي او خارج التامين الصحي او في مراكز العلاج موجود وبيتم تطبيقه، وطبعا له بعض المميزات وبعض العيوب، ومشكلته ان هو علاج بياخد اكتر من سنه وله سايد افكت واثار جانبيه ونسبه الشفاء منه لا تتجاوز اكتر من 60%. فالعالم كله بدا يدور على ادويه جديده ويهاجم بها هذا الفيروس، خصوصا ان مشكله فيروس سي عندنا في مصر من اعلى معدلات انتشار الفيروس في العالم موجوده في مصر. مصر من المناطق الموبوءه بفيروس سي، عندنا حوالي 8 مليون مصري مصاب بهذا الفيروس، والفيروس طبعا مشاكله بتوصل في الاخر للتليف الكبدي، يوصل لغايه ما العيان ممكن يجي له سرطان الكبد، ممكن معدلات سرطان الكبد اصبح بنشوفها دلوقتي معدلات عاليه جدا سواء في المستشفيات او في العيادات الخاصه. وبالتالي البحث على دواء جديد لفيروس سي هو ده الشغل الشاغل لنا هنا. ويمكن في المبشرات الجديده ان بعض الادويه اللي اعتمدت عالميا هتبدا تدخل مصر خلال الاشهر القادمه، زي دواء سوفسبوفير الجديد هيضاف للعلاج بعقار الانترفيرون ريبافيرين، وهيدي ميزه انه هيقلل الفتره الزمنيه اللي العلاج العام بياخدها، بدل ما كان بياخد سنه او 42 اسبوع هتبقى حوالي 3 اشهر حسب النظام اللي هيعتمده النظام نقف الدوله والتامين الصحي في العلاج بالنسبه لفيروس سي. طبعا في خلال السنوات القادمه هنوصل لمرحله بعد كده ان احنا ممكن ما يبقاش في حقن انترفيرون، لما نبدا نضم دمج اكتر من دواء زي ادويه اللي هي نازله، اكتر من دواء واحد او اثنين او ثلاثه، كل واحد بيشتغل بميكانيزم مختلفه بحيث ان هي تغطي الفيروس وتغطي مناعه الفيروس وتقدر ان هي تديني الكيور والشفاء الكامل، ان في بعض الترايلز وفي بعض الحاجات اللي احنا عرضناها النهارده بتوصل ل 95 و99 و100%. نسبه الفيروس موجوده كام في الميه يا فندم بالنسبه لمصر؟ موجوده حوالي من 12 ل 15% حسب الاحصائيات الموجوده. نسبه نجاح كام يا فندم بالنسبه للوصول بيه في مصر؟ بالنسبه للادويه اللي موجوده العلاج وصل ما بين يعني ال 50 ل 60% بالنسبه للعلاج في مراكز العلاج وفي التامين الصحي وفي العيادات الخاصه بالنسبه للعقار الموجود حاليا اللي هو الانترفيرون والريبافيرين. ايه الجديد بالنسبه للنهارده يا فندم؟ تاني في حاجه عند حضرتك تقدمها لنا؟ بنقول احنا بنقول ان بعض الادويه في يعتبر دوين تم اعتمادهم عالميا اللي هو دواء اسمه اللي هو السوفالدي والسيمابريفير، واحد يعتمد في الولايات المتحده والثاني يعتمد في اليابان، ووزاره الصحه هنا قدرت ان هي تتعاقد مع الشركه وتجيب سعر مخفض جدا تقريبا 1% من سعره، والمفروض انه هيبدا ينزل في خلال شهرين ثلاثه ويبدا يبقى موجود في مراكز العلاج وفي اماكن التامين الصحي. مكلف بالنسبه للمريض؟ لا، ما هو حضرتك اللي هيبقى تابع لنفقه الدوله هياخده فري او مجانا، التامين الصحي هيغطيه، وفي مراكز العلاج حتى لما يتباع بالسعر الاقتصادي اللي هو نازل بيه تقريبا هيبقى 900 دولار للكورس، فهيبقى سعره مناسب جدا بالنسبه للواقع المصري، لان هو سعره بره يوصل حوالي يعني نص حوالي 600,000 جنيه. ده بالنسبه لنفقه الدوله، بيكلف الدوله كتير؟ لا، الدوله ما خدته من الشركه نتيجه الاتفاقيات مع الدبليو اتش او وان احنا منطقه ايبيديميك، فبناخده ب 1% من سعره، واستطاعت وزاره الصحه انها توصل في التعاقد مع شركات عالميه لهذا السعر، وبالتالي السعر هيبقى مناسب بالنسبه للدوله ويبقى مناسب بالنسبه للمواطن، وهيفيد الواقع الحالي بتاعنا ان احنا نقدر نعالج كميه كبيره جدا من الايه؟ من المرضى اللي ما كانش بيتعالجوا قبل كده، وفي نفس الوقت نغطي قطاعات كبيره ما كانتش بتتغطى قبل كده،
نتيجه عدم وجود ادويه كافيه او مناسبه لحاله المرضى. يعني بشر المريض ان شاء الله يا فندم ان الحمد لله وصلنا والله، يعني هو حتى ان الكلام دلوقتي ان في خلال السنين القادمه ان شاء الله مصر تشهد يعني زي ما نقول نهايه فيروس سي، لان الابحاث اللي موجوده عالميا واللي بدات تبشرنا وتنتج لنا ادويه جديده في خلال فتره السنوات القادمه هيبقى فيروس سي هيبقى جزء من التاريخ وليس جزء من الحاضر. شكرا فندم.